بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أساس التعليم هو أن تكون هناك قابلية للتعليم، أن يكون هناك استعداد وأرضية لأن يتعلم الإنسان. ما لم يكن للإنسان عنده قابلية التعلم والتعليم والاستعداد لذلك، لا يمكن أن ينتفع مما يسمعه ويتعلمه. الآية المباركة في سورة الجمعة تقول: من وظائف رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يزكيهم ويعلمهم الكتاب. هذا المجتمع البعيد عن المعرفة اللي يعبر عنه بعث في الأميين، بطبيعة الحال ليس في الضرورة أنهم لم يقرأوا ولم يكتبوا، وإنما مقصود أنهم كانوا بعيدين عن المعرفة، ربما أنهم يقرؤون ويكتبون لكن ليس عندهم معرفة. يقول القرآن العظيم بأنه يعلمهم، لكن قبل التعليم يزكيهم. التزكية بتعبير أهل السير والسلوك، التزكية والتحلية أو التخلية والتحلية، يعني أن يكون عنده قابلية لأن يتقبل هذه المعارف، وهذه يحتاج لها استعدادات، لأنه بعض الناس قد ما توعظ به قد ما تحاول تنصحه ما يتقبل. لماذا؟ لأنه استعداد ما عنده، قابلية ما عنده لأن يقبل النصح، وذلك نتيجة عدة أمور، منها تربية خاطئة، منهج حرام منحرف معوج، وتربى على الانحراف في السلوك، تغذى على الحرام في السلوك، لا يتفاعل مع العظة، لا يتفاعل مع الأخلاق والقيم. لماذا؟ لأن أرضية ما عنده، لم يخلي قلبه لكي يستثمر هذه المعارف، فإن قلبه مشغول. ومن هنا أساس أن يزداد الإنسان معرفة أن يزكي نفسه، والتزكية أمر مهم. ربما الإنسان مو بالضرورة عالم، ولكنه على خلق نتيجة أنه زكى نفسه وجعل نفسه على طريق سوي، وليس بالضرورة أن يكون عنده علم، لأنه بعض الناس عنده معرفة ولكن ما عنده أخلاق، ما عنده، ما مزكي نفسه، يعني ما مربي نفسه، لم يتأدب بآداب الله سبحانه وتعالى. ومن هنا الله سبحانه وتعالى قرن هذه المسألة، التزكية مع التعلم والعلم، يعني لا قيمة لأن يكون الإنسان على غاية من على مستوى من المعرفة والعلم ولكن ما عنده تطبيق لهذا العلم على نفسه، ما عنده أخلاق، ما عنده وسائل جذب لهذا العلم. وهكذا يمكن للإنسان أن يكون عنده تزكية، عنده قابلية لكن ما متعلم، جاهل، هذا منقصة أيضا. فإذا ما اجتمع هذان الأمران ينتج عندنا إنسان سوي، إنسان مستقر، إنسان مؤمن كما يريده الله، لأنه زكى نفسه وتعلم. وأما عالم من دون تزكية هذا يكون خطر على المجتمع، عالم فاسد عنده معرفة، عنده علم لكن ما عنده دين، ما عنده ورع، ما عنده أخلاق، هذا يكون خطر على المجتمع. أو إنسان مؤمن
ولكنه جاهل ما عنده أي معرفة، هذا يكون ضحية، هذا يكون ساذج بسيط يلعب بها أو تلعب به الأهواء والأجواء. ولأجل هذه كله الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذه المسألة، أن الإنسان يزكي نفسه بمعنى يطهر نفسه، التزكية هنا بمعنى التطهير، يطهر نفسه من الحرام، من أكل الشبهات، من الكلمات البذيئة، ثم يتعلم كيف يصل إلى الله في سلوكه، كيف ينجح في حياته. الأساس أن يزكي، يعني يطهر نفسه من الأدران، من الأخلاق السيئة، هذه أدران، هذه أمراض، علل، ثم ينطلق إلى المعرفة، يكتسب الفيض والمعرفة، والله يوسع عليه ويبارك له في أفقه، في معلوماته. ومن هنا نجد أن رجال الله أول ما يقومون به في طريقهم، في سلوكهم إلى الله، هو يزكوا أنفسهم، يخلوا قلوبهم من كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، فيفيض الله عليهم المعرفة والإيمان والعلم. لأنه كما أسلفنا، لا قيمة للعلم من دون تقوى الله، لا قيمة للعلم من دون مخافة الله. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصر، إنما أداة حصر، حصر العلماء. قال من هم؟ قال الذين يخشون الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء صفتهم تعرف هذا عالم، شوف يخشى الله، إذن هذا عنده صفة شرعية العلم. أما أنه واحد يعرف له كلمتين وما عنده خوف من الله، هذا خطر على المجتمع. إذن أساس أن الإنسان يكون عالم، أن يكون عنده معرفة، يجب أن يكون عنده تزكية، يعني عنده أخلاق، يعني عنده عملية تطهير روحي. ما له معنى واحد يستعذب الحرام، يأخذ رشوة، فاسد، ويظهر تدينا ويريد يعلم الآخرين. لا، يجب أن تكون معلم حقيقي، يجب أن يكون أنت على مستوى من الرقي الأخلاقي، سلوكك سلوك صالح، عندك أرضية وقابلية لأن تنهض بالأمة، عند ذلك الله يفيض عليك ويعطيك شرعية نطق ديني. وهذه مشكلة الآن نعاني منها، وهي على أنه كثير من الذين يظهرون تدينا ولكن سلوكهم واقعهم بعيد كل البعد عن ما يقولون. يأمرك بتقوى الله وهو لا يتقي الله، نستجير بالله. يأمرك بالخوف من الله وهو لا يخاف الله، يرتكب أفشع وأفظع المحرمات. هكذا إنسان الله يسلب منه شرعية النطق الديني، بل هذا يكون خطر على المجتمع. لأنه ورد في الحكمة: ما إذا فسد العالم فسد العالم. ومن هنا أساس كل توفيق هو هذا، أن يجمع الإنسان بين التزكية والعلم، يعني التطهير الروحي، يطبق على نفسه ثم يكون صاحب علم ومعرفة ووعي. ومن هنا علامة وسمة رجال الله أنهم يشدون إلى الله من خلال سلوكهم في الحياة. إذا رآهم الإنسان ذكر الله، يهدأ نفسه، تهدأ. لماذا؟ لأن هذا يشدك إلى الله من خلال سلوكه، من خلال مشي في الحياة يجر إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا نماذج هم في الواقع نجوم في الأرض، ينشرها وينثرها الحق تبارك وتعالى، يجعلها الشواهد على عظمة هذا المبدأ. كما مثلا في الحديث الشريف: إذا جاء يوم القيامة نادى المنادي: أين زين العابدين؟ ونحن في أجواء شهادة إمامنا السجاد في محرم سلام الله عليه، رابع أئمة أهل البيت، علي بن الحسين زين العابدين. في الرواية الصحيحة سندان
إذا جاء يوم القيامة نادى المنادي أين زين العابدين، فيقوم علي بن الحسين. الله يعبر عنه زين العباد، لماذا؟ لأن الإمام في هذا السلوك أنه عرف بعبادته، هذا السلوك يجر إلى الله، يشد إلى الله. أن الإمام مو فقط عالم، لا، عابد، يعني سلوكا ارتبط اسمه بالعبادة، هذا اللي يأثر. ولذلك نشوف تأثير وجاذبية الإمام في سلوكه، في كلماته، في هذا الكتاب العظيم ما تركه لنا من أثر من أدعية الصحيفة السجادية، هذا الأثر العظيم المهم الذي ينفذ في القلوب والأرواح، هذا شاهد على عظمة وتزكية الإمام السجاد. بالمناسبة كان هنا عندنا فد واحد قس صاحب كنيسة أمريكي، اشتكى لأحد العلماء في ديترويت، اشتكى قلة رواد كنيسته. هو عنده عظة يوم الأحد، اشتكى لأحد أصدقائنا، قال أنا ما أعرف لماذا رواد الكنيسة انفضوا، أعدادهم تقل من الكنيسة، ماذا أصنع حتى أجذبهم؟ ما لهم خلق يسمعون المحاضرات وعظة يوم الأحد. أمريكي وهو قس في كنيسة، فنصحه هذا أحد العلماء، هو أخبرني، قال قلت له استعمل عظة مؤثرة في الناس، قال هو هذا كلماتنا ننقلها من الإنجيل، يعني ما عندنا غير هذا. يقول فعرضت عليه الصحيفة السجادية باللغة الإنجليزية، يقول لما قرأها وشاف هذه الأدعية العظيمة ذات مضامين مترقية في الخوف، في الرجاء، في الشكر، في الصبر، في التحلية والتخلية، تخلية القلب من كل شيء إلا الله وتحليته بمحبة الله سبحانه وتعالى، يقول هواي تأثر. وقال أنا هواي انجذبت إلى هذه الكلمات واستعملها في خطبه وعظته. أخم قام يأخذ هذه الكلمات، هذه الأدعية، يأخذ منها مقاطع ويبدأ بها عظته يوم الأحد، شيئا فشيئا فتكاثر الناس عليه. يقول يخبر هذا العالم، يقول له أنا بدأت أرى الدموع في عيون الناس وأنا أعظم الله وأمجد القيم السماوية من خلال هذه الكلمات. لمن هذه الكلمات؟ قلت له هذه لحفيد محمد، هذه لحفيد نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، إمامنا السجاد. يقول فقال كلمة، والله إن الذي يخرج من لسان زين العابدين هو نفسه الذي يخرج من لسان عيسى بن مريم. لاحظ، هؤلاء نور واحد. إذن هذه المسألة جدا مهمة. الإمام السجاد أعطي محبة في نفوس المؤمنين، وأعطي مصداقية حقيقية تأثر في نفوس الناس، وهذا اعتباطا لا طبق على نفسه فأثر في محيطه. وإلا كثير عباد أكو، ولكنهم لم ينطلقوا في مسير العبادة كما انطلق الإمام السجاد، من قاعدة متينة، من ركن متين، من أرضية صلبة، وهي أنه أخلى نفسه من كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. يعني لما نمر سريعا على حياة إمامنا السجاد نجد فد نقاط واضحة جلية تكشف لنا أن هذا الرجل ظاهرة في القيم والثبات عليها والالتزام والمبدئية. لما ثار في واقعة الحرة قبل أن تقع، ثار أهل المدينة على بني أمية، هاي القصة المعروفة، بعد واقعة كربلاء ثار أهل المدينة بقيادة عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، ثاروا على بني أمية احتجاجا على شهادة الحسين وقتلهم سيد الشهداء. ففزع مروان وهو الرأس الأموي في المدينة المنورة، فزع أنه خشي أن أهل المدينة يهجمون عليه يقتلوه هو وعائلته انتقاما من بني أمية الذين قتلوا سيد الشهداء. وين يذهب؟ أين المفر؟ ليلة وضحاها صار ثورة صارت في المدينة المنورة.
أين يلتجئ؟ فلم يلتجئ إلا إلى دار بني هاشم، إلى الإمام زين العابدين اللي ثوار المدينة ثاروا لأجل أبيه، مطالبة بدم أبيه الحسين. ذهب إلى بيت زين العابدين، وإذا بالإمام السجاد يستقبله ويستقبل ذراري وعياله. طبعا مروان فر هو وأولاده وترك عائلته، روايات المؤرخين نقلون 400 امرأة وصبي من بني أمية آواهم الإمام السجاد، ولم يترك أحدا يتعرض لهم، حمى عيالهم. من أعداءه؟ حمى عوائل أعداءه بني أمية الذين شمتوا أهل الأمويين اللي كانوا بالمدينة، واحد منهم مروان، شمتوا بقتل الحسين، فرحوا بقتل الحسين، لكن لما ضاقت بهم الدنيا لم يجدوا مأوى إلا دار الحسين تؤويهم. هاي الدار اللي هدموها لما هاجر سلام الله عليه سيد الشهداء للعراق، هدموا داره بني أمية، الإمام السجاد أعاد بناها، لكنهم عند الضنك عند العسرة لم يجدوا دارا تؤويهم إلا دار الحسين، دار ولدي علي بن حسين. طيب شنو هذا القلب اللي ملكه آل البيت؟ المبدئية هذه شنو؟ هذه نتيجة سلوك عظيم وتزكية وطهارة عظيمة، طهارة روحية عظيمة لا تحيل. يقول لك هاي نساء وأطفال بأي ذنبنا تعرضهم للخطر؟ لا تزر وازر وزر. هاي بالتالي هاي الخطوط العامة اللي تكشف عن مبدئية هاي الأسرة، هذا الخط العلوي الطاهر. ولذا لا نعجب أن نجد هذا التأثير في قوة شخصيته. والإمام سلام الله عليه عانى ما عانى من التنكيل والأذى، وأكثر ما عاناه هو أن يرى والده وأهل بيته مجزرين كالأضاحي على رمضاء كربلاء. منو يستطيع أن يتخيل هذا الموقف؟ كل أسرته وعائلته وأولاد بني أبيه وبني قومه وأنصارهم كلهم مجزرين، ويؤخذ أسيرا إلى الكوفة. ثلاث مرات تعرض إلى الإعدام، راد يقتلوه. يوم العاشر أراد أن يقتله الشمر فتعلقت به السيدة زينب فأطلقه لها، وعند في الكوفة أراد أن يقتل ابن زياد، قال من هذا؟ قيل له علي، قال أوليس قد قتل الله عليا؟ فأجابه الإمام السجاد. شوفوا ابن زياد يسوق هاي المسألة، يسوق مسألة الجبر، وأنه الحسين في خروج على يزيد خرج على سلطان الله، والله قتل مو يزيد، ينسب هاي الجريمة باسم الله. وأن هذه مدرسة صارت عليها، مدرسة كلامية، وإلى الآن نعاني منها. يعني هذول الإرهابيين اللي يقتلون باسم الإله، يقتل ويكبر تحت التكبير يقطع الرؤوس. هذه منين ماخذها؟ ماخذ جذورها من هؤلاء الوحوش اللي أوليس قد قتل الله عليا، ينسب القتل علي الأكبر لله مو إلى بني أمية وجيوشهم. هاي أعظم الجرائم أن الإنسان يجرم باسم الإله، يرتكب جريمة باسم الله، هذه أعظم الجرائم. فقال له السجاد عليه السلام وهو أسير، قال بل قتل، كان لي أخ قتله الناس. لا مو الله قتله، الناس قتلوا. هاي الإجرام حاشا لله أن يرتكب هذا الظلم، هذا الإجرام الناس فقط قتلوا. قال أو بك جرأة على جوابي؟ اقتلوه أو اضربوا عنقه. وإذا بالحوراء عليها السلام تتعلق به وتقول لحسبك يا ابن زياد ما سفكت من دمائنا، وإن عزمت على قتله فاقتلني معه، فتركه لها. روايات، موقف عظيم السيدة الحوراء، وهي يتضح إن لماذا اصطحبها الحسين، لأنها هي اللي حفظت لنا الخط والإمامة. يعني زين العابدين كان هو البقية الباقية من ذرية رسول الله من أهل البيت عليهم السلام، بس هذا بقى الوحيد يحفظ لنا نسل النبي
وخط الإمامة الإلهية. الحوراء عليها السلام هي التي حفظت لنا هذا الخط، هذا اللي انت بيه الآن، من تطور ثقافي معرفي، من تنهنه لشيعة أهل البيت في الآفاق، كل من بركات هذه السيدة العظيمة التي وقفت موقف مشرف للتاريخ، ينقل التاريخ مواقفها العظيمة، هي التي حفظت لنا فتعلقت. وهكذا في قصر يزيد، يزيد أيضا راد يعدمه يقتله، ولكن الحوراء وقفت وحالت دون ارتكاب هذه الجريمة. إذن الإمام السجاد في سلوكه كان واضح أنه صاحب رسالة ومبدأ، ورسالته أن يرجع الناس إلى الله والقيم ويحافظ عليها من خلال هذا السلوك وهذه المبدئية العظيمة، كما في أسلوبه الراقي عن طريق العبادة عن طريق الدعاء استطاع أن يعيد الناس إلى الله ويربي الأمة من خلال كلمات من نور يطلقها هنا وهناك في الحرم عند النبي في السفر. الناس حفظت هاي الأدعية وبدأت تنقل هذه النواميس الإلهية والكلمات النورانية من لسان إمامنا السجاد عليه السلام. إمامنا السجاد له دور عظيم في تثبيت الثورة والنهضة الحسينية ونقلها إلى العالم، لأنه التاريخ حدثنا أن الإمام السجاد بعد شهادة الحسين عليه السلام في كربلاء عاش 35 سنة أو 37 سنة، كان كل سنة يأتي في محرم إلى زيارة أبيه الحسين عليه السلام في كربلاء من المدينة المنورة، فكان يقيم حول القبر الشريف في الحائر ويطعم الناس والزوار، يأتي بطعام ويطعم الناس ويدلهم على قبر الحسين، فيبقى هناك عند قبر الحسين عليه السلام. ينقل شيخ عباس القمي رحمه الله في المنتهى، يقول الإمام السجاد كان يذهب في محرم كل عام إلى قبر الحسين ويرشد الناس ويؤسس هذه الزيارات، ثم يذهب إلى الكوفة، ثم يذهب إلى زيارة جدة أمير المؤمنين، ثم يرجع قافلا إلى المدينة المنورة. كان هذا رسمه، كل عام يذهب في محرم في عاشوراء تجده عند قبر أبيه ويدل الناس ويشجعهم على الزيارة، وكان يطعمهم من ماله حتى يبقيهم في الزيارة، وأسس هذه اللي تشوفها الآن زيارات. يقول شيخ عباس القمي فلم ينقطع إلا في الثلاث سنين الأخيرة من عمره، أصيب في صدره سلام الله عليه، ما كان يستطيع السفر، ما كان يطيق السفر، فكان يبعث ولده زيد بالمؤونة إلى كربلاء في الثلاث سنين الأخيرة، فيأتي زيد بن علي بن الحسين إلى كربلاء ومعه الإبل والأطعمة، ويبقى هناك أيام في محرم في عاشوراء يشجع الناس على الزيارة ويطعمهم من مائدة زين العابدين. وهذا واضح عند رسالة لهذه الزيارة، أئمتنا زرعوا فينا هذا الروح، روح الزيارة والأجر والإطعام على حب الله والحسين والكرم في سبيل هذا المبدأ. هذا إلى جذور، هذا ما يجي اعتباطا، البيت دفعه ثمنه، دفعه الحسين من حياته الشريفة، ودفعه الإمام من خلال سلوكه الإمام السجاد ومنهجيته. ولكن لا شك ولا ريب إنهم يدعون إلى التزكية ثم التعليم، أن الإنسان الذي هو في خط الحسين في خط زين العابدين في هذا الخط يجب أن يثقف نفسه بأخلاقهم، ثم يطرح نفسه على أنه حسيني. من هو الحسيني؟ هو الذي طبق مبادئ الحسين على نفسه، على سلوكه، على تعبيره ولسانه، ثم طرح نفسه على أن هذا خط الحسين، هؤلاء شيعة الحسين، هؤلاء أصحاب المواكب، هؤلاء أصحاب العزيات، هؤلاء هم الزوار للحسين، طبقوا مبادئ الحسين ثم نهضوا وأعلنوا أنهم في خط الحسين. هاي المسألة، يعني كم قبيح بإنسان بعيد عن مبادئ سيد الشهداء يظهر أنه حسيني، شعاره حسيني، ولكن قلبه يزيدي، قلبه أموي، سلوكه سلوك بني أمية، شعاره شعار حسيني،
ولكن سلوكه سلوك أموي. مع الأسف هذا بعيد عن معسكر الحسين، بل هو في معسكر يزيد. وأنا قلت أن الحسين عليه السلام بعد شهادته نعم بعثه الله حيا بعد كربلاء حسين الأهداف والمبدأ، حسين حي بهذه المعاني. فأنت مع أي معسكر يا من تظهر شعارا حسينيا وسلوكا أمويا اطمئن أنك بعيد عن معسكر الحسين بمسافة. لا تلقي نفسك في معسكر بني أمية من خلال سلوك غير صحيح. عندما يظهرون هذا الحسيني، هذا الزائر، هذا صاحب الموكب، هذا واحد مرتشي أو بذيء اللسان أو مظاهر غير مريحة، تعارك بين الناس على طعام وجاي للموكب يأخذ طعام وموقف مستفز، وإذا به هذا يكفر يتجرى على الذات العليا، أو تحل الصلاة هذا ما يصلي وجاي يأخذ طعام حسيني. عجيب، هاي شلون تصير؟ ما يصير، ما تجمع حذر، ما ينجمع. حتى لازم جاي لمبدأ تحفظ أهداف الحسين، لازم تطهر نفسك بعدين تعلن شعارك أنك حسيني، وتطرح نفسك أنك أنت صاحب قضية. والمفروض إحنا أصحاب قضية، أن إمامنا مظلوم ونبذ الظلم وإحنا ننبذ الظلم وسائرين على نهجه. طيب هذا هو شعارنا، هذا رسالتنا اللي هي رسالة الحسين، نحن نحملها المفروض ونسلمها للأجيال القادمة كما استلمناها من أجيال السالفة. فإذا كان سلوكنا خلاف هذه المبادئ، نحن خذلنا الحسين للأسف بهذا المعنى. ومن هنا سيد زين العابدين، سيد العباد، الإمام السجاد عليه السلام عند رسالة أخرى غير الدعاء، وهي رسالة الحقوق. عند يظهر الحقوق، حقوق الجار، حقوق الزوجة، حقوق الزوج، حقوق الولد، حقوق الأخ، حقوق الرعية، بعد حقوق الجسد، يصل إلى مستوى حق اليد، حق العين، حق البطن، حق القدم، حق الفرج وما شاكل، كل هاي حقوق، وعليك أن تؤدي هاي الحقوق. عليك أن لا تنظر لما حرم الله، أن لا تقوم بما منع الله منه، أن لا تدخل بطنك وفرجك ما حرم الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هاي القيم، ما له معنى سارق ويلطم على الحسين، منافق ويظهر عزاء، لا ما يصير. أنت قاعد تضر المبدأ، قاعد تضر الهدف. إذن يا من ترفعون شعار الحسين عليكم بالتزكية قبل الإعلان. إذا ما تشوف نفسك أهل، إذا عندك مشكلة لوثة في سلوكك صلح نفسك، ثم أطلع وانشر إعلانك أنك حسيني. هذا هو أخلاق أهل البيت، هذا اللي يريدون من عندنا سلام الله عليهم، أن نزكي أنفسنا، يعني نطهر أنفسنا، ثم نعلن شعارنا أننا معهم وسائرون على نهجهم. عند ذلك يتأدى مؤدر هاي الرسالة، تأدي دورها، وهي الجذب، الجاذبية الحقيقية، نأثر بالناس وأن نبتعد إذن عن المنفر، لأن المنفر يعطل الرسالة. أيها الحسيني ابتعد عن المنفر من خلال سلوكك، يجب أن يكون جاذب وليس منفر، لأن الرسالة تتعطل، رسالة سيد الشهداء تتعطل. ومن هنا نجد أن إمامنا السجاد سلام الله عليه قام بهذا السلوك، كان إذا رآه أحد يتأثر وينهار في جاذبيته، في عبادته، في نسكه، في التزامه بقيمه ومبادئه، فعند ذلك يتأثر به وينسجم معه سلام الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا ويربط عليها، وأن يقوي عقيدة شبابنا في سلوكهم، في التزامهم على الخط الحسيني وعلى النهج السجادي العلوي الذي هو نهج السماء ورسالة السماء. إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.